غنبارتيسيبي اون ماس قلبو تاينيا للست سبتمبر ديس دون ما يكتبر ان شاء الله. دونك الا التفاعل يعني التفاعل ده مقران دير الواجبات تاعي كمواطن ومن بعد نعبر عن طلبات تاعي كمواطن، هذا هو الهدف. يجب على المواطن الجزائري ان يؤدي برايه في صناديق الانتخابات. الانتخابات الرئاسيه وحنا باذن الله رايحين رانا مقتنعين وان شاء الله رايحين نديروا الدور تاعنا. نعم سنخرج نساء ورجال يوم 7 سبتمبر لهذا اليوم طبعا من اجل الجزائر، من اجل الجزائر وفقط. هذه مناسبة كبيرة وعظيمة للجزائريين الإدلاء بأصواتهم، ونتمنى أن تسود منافسة شريفة ما بين الأعضاء الثلاثة. نروحوا لصناديق الاقتراع بقوة ونمدوا الأصوات تاعنا بقوة لأي مترشح باش يخرج رئيس شرعي، رئيس بمعنى الكلمة لازم نعطيه له التدعيم. Thank you.